السلام عليكم، اتفضلي اتفضل اتفضل وانا اتفضل. السلام عليكم يا شباب يا بنات بالتحديد، ازاي تدافعوا عن نفسكم بالادوات البسيطه؟ شنطتك يا ماما كده البسي بقى كابتن علياء طبعا، اوكي، ومفاتيحك. لا لا هاتوا هاتوا كل حاجه معايا اهي. ايوه اهو، ادوات بسيطه زي الموبايل، زي الموبايل، زي الكتاب او المجله، زي المفاتيح، زي الشنطه. ازاي تدافع عن نفسك ضد المتحرشين او لو اي حد عاوز يعتدي عليكي، اوكي؟ طيب هنركز دلوقتي على موقف موقف يا كابتن علياء، وانت طبعا اللي يعتبر اللي بتمثلي البنات، وهننفذ يعني مع بعض. ممكن بس الجراب ده نمسكه اي حاجه. طيب دلوقتي الموبايل ده انت كبنت لو هتضربي بيه، في ناس كتير بتضرب بالمناطق دي، دي غلط والمناطق دي غلط. احنا المفروض في منطقه اللي هي حافه الموبايل، المنطقه دي حافه الموبايل دي، مركزين معايا، منطقه حاده جدا، اوكي؟ فالمسكه الكويسه جدا للموبايل بالاحكام اهو على كف ايدي بالشكل ده، وامسكه كده وهضرب بالمنطقه دي او دي، اوكي؟ تعالى كده نعمل تجربه. تجربه، اقف عادي خالص، نشف نفسك كده. اوه ماي جاد، شفت كده؟ هي ورمت ولا ايه؟ لا يا ولا كده؟ لا كده مش حاسس بحاجة. صح؟ دي اقوى. تمام؟ فانا لما اجي امسك الموبايل امسكه مش اكني ماسك هامر، اكني ماسك ايه؟ شاكوش يعني، اوكي؟ فانت مثلا وانت ماشيه واحد مسك ايدك اهي بالموبايل بايدك الثانيه على طول تزقي بالايد طبعا وتضربي ايه؟ كده في الانف، في الفم، في العينين، في منطقه تحت الحزام، اوكي؟ هتضربي في الوجه طبعا، كلها مناطق ضعف. ماشي، اتفضلي كده اهو بقى، هات الحاجات دي انا امسكها عنك، وهات المفاتيح، وهات شنطتك، تمام؟ طبعا دي شنطه الكاميرا بس شغاله يعني، اوكي؟ يلا اتفضلي مثلا دلوقتي انت ماشيه اهو، وحد مثلا ايه عاوز يمسكك او يلمسك بس، يلا تضربي. ايوه اضربي ايه؟ ها رجعي ايدك، رجعي ايدك، رجعي ايدك واضربي ضربات متتاليه. ماشي، بس 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 هتموتيه كده، اوكي؟ يبقى زي ما احنا شفنا دلوقتي، بحاول ايه ارجع ايدي بالشكل ده، شايفين شايفين ماسكه ازاي يا بنات؟ تمام، وارجع ايدي ورا، رجع اهم حاجه رجع ايدك ورا، تضربيش في نفس الزاويه كده، تمام؟ ما احنا شفنا الموبايل نضرب بيه ضربات متتاليه بالمنطقه دي. طيب لو هنيجي بقى للمفاتيح، اوكي؟ الافضل ماسكه للمفتاح طبعا انك تمسكيه بالشكل ده، تمام؟ هتمسكي كده سبابه وام اهو، واضغط على المفتاح بالشكل ده. محدش يمسك كده المفتاح يا بنات، غلط، هتعوري نفسك. امسكيه بالشكل ده، تمام؟ هضرب بقى بطريقه سلاشنج اللي هو القطع كده كده في الوجه، او هعمل ثراست طعنات بالشكل ده، تمام؟ يبقى نفس الموقف اهو. مثلا دلوقتي ايه، انا مثلا ماشيه، انت مثلا ماشيه اهو، وبيقرب منك، زقي بايد كده اهو، واعملي كده في الوجه اهو، واضغطي كده تحت الحزام وفي كل المناطق. يلا اتفضلي يا باشا، يلا اتفضل. تعالى انت بقى يا كوتش، معلش شويه هريحك انت، يلا ماشيه اهو، اتفضل اهو، بيحاول ايه. ايوه ايوه، طعنات 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 بقى، اطعني لقدام، ايوه كده، ها بس، اوكي. يبقى لو معاكي المفتاح طعنات متتاليه او سلاشنج بالشكل ده، اوكي؟ ماشي اتفضلي. هنيجي بقى دلوقتي طبعا للكتاب او المجله، تمام؟ طبعا الكتاب ده هو بس يعني الكتاب ده اصلا ناشف جدا، فهو لوحده كده ينفع للدفاع عن النفس، لكن فيك مجله او كتاب لو طريه ممكن بقى نتنيها بقوه. تعالوا نشوف ازاي نتنيها ونرجع تاني. السلام عليكم، ازاي تستخدم اي كتاب مدرسي او اي كتاب عادي بتقراه او اي مجله او جورنال في الدفاع عن النفس؟ هل تعلم يا عزيزي ان اداه بسيطه زي ديت لو استخدمتها بفن وباحكام هتبقى اقوى من قبضتك باضعاف الاضعاف؟ ازاي يا كابتن؟ ده اللي هنتعلمه. معايا اداه زي ديت بسيطه، الاداه البسيطه دي هتفيد اكتر حاجه الناس اللي ملهاش في فنون قتاليه قوي، او الناس اللي ما بتعرفش تدي لكمات كويسه. لكن حتى لو انت بتمارس فنون قتاليه صدقني ان الاداه دي هتبقى اقوى من قبضتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل يا كوتش. الاداه البسيطه، الاداه البسيطه دي يا شباب انا دلوقتي عايز اعمل لها ثقل، تمام؟ ازود كثافتها، كتلتها. هنعمل دلوقتي فيها التفاف. كتاب اهو بالشكل ده، اوكي؟ هضمه بقوه وهضيق المسافه، لفه الاولى، لفه الثانيه، لفه الثالثه، الرابعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. لفيت الكتاب باحكام، اصبح دلوقتي معايا اداه قويه جدا. هنعمل تجربه واقعيه، وفي التجربه اللي بنعملها دي انسى بقى ان احنا بنصور فيديو والكلام ده، تمام؟ اوكي، انت لفيت ده برده كويس. همسك دلوقتي ايدك يا كوتش كده،
في ألم حاسه شديد؟ تاني في ألم شديد صح؟ شايفين يا شباب في ألم شديد حاسه. هنعمل تجربة تاني بس في المنطقة دي. أول تجربة هضربك ضربة بسيطة خالص ونفس الضربة عملك بالقبضة. بسم الله. أوكي نفس الضربة دي هدالك بس بقبضتي نفس قوتها. سوري لحظة. النيل اللي حاسس بيها إن هي أقوى. طيب احنا كمان هنا مش بنضرب اتفضل كوتش مش بنضرب بقوة. احنا هنا بنضرب لمس. طب ليه دي اقوى من القبضه؟ لان القبضه ما فيهاش حواف، اما الكتاب لما تنط بقوه اصبح فيه حواف شديده وبيشك كمان بيعمل شقه قويه. وهتزقني جامد وهات اللي معاك يلا. اهو ماشي اهو وهات اللي معاك. اوكي وانا طبعا استغربت هو دلوقتي بيجري ورايا اصلا عاوز يضربني فانا هراوغ اجري ورايا يا كوتش. فانا مثلا براوغ بحاول ازق بايد والف. بصوا وانا بجري الف اهو شايفين وانا بجري. بصوا كده وانا بجري وانا عمال اجري هو بيجري ورايا اجري بالراحه خالص يا كوتش. بصوا وانا بجري بعمل ايه؟ بصوا بلف اهو خلاص. الكتاب بتاعي اصبح معايا الاداه القاتله. مسكت اهو الكتاب. هركز بقى فين؟ ركزوا معايا بالله عليكم. لو ده شخص عاوز يسبب لي ضرر عاوز يموتني هركز في الوجه مناطق كلها حساسه. العينين الانف النثره الخدين الفك الذقن الحنجره الجبهه او جانب الراس او دي كلها المناطق الرئيسيه لو ده واحد عاوز يسبب لي ضرر. ضربه واحده بس بسيطه هنا. بص كده يا كوتش ضربه بسيطه في الم شديد صح؟ ضربه هنا بسيطه في الم شديد انا عارف هتعمل ايه بيد وراك. هتزق بايد وهتضرب. بص ازاي هضرب بالشكل ده في الوجه لا اما كده لا اما بالشكل ده تمام لا اما جانب الرقبه لكن الافضل كده. اوكي يلا يا كوتش بقى نخلي المشهد وقع من الاول. انا اهو ماسك الكشكول هتزقني وهات اللي معاك. اهو اهو شايفين وانا اهو بجري اهو بس انا ايه بحاول مسكت الاداه اهو بزق واضرب اضرب اهو ازق واضرب. ها تعالى يا كوتش اهو ازق واضرب اهو ازق واضرب ضربات متتاليه شايفين بعمل لكمات متتاليه كده في الوجه كل خش عليا اهو بضرب بس كده. طبعا لو واحده بس جت فيه بقوه هحس بألم فظيع زي ما احنا شفنا. طبعا الكتاب لو نتنيه بقوه يعني زي ما احنا شفنا الفيديو السابق ده هنضرب بيه ضربات متتاليه. اوكي اما لو كتاب زي ده قوي جدا همسكه بالشكل ده همسكه بالشكل ده بايد الاثنين وهضرب نفس النظام ايه في الوجه. يعني هضرب ضربات اماميه او ضربات جانبيه. اوكي يلا يا كابتن مثلا محمد معايا انا ومثلا ماسكه بنت مثلا وماسكه الكتاب اهو بالشكل ده. ها ايوه وهضرب كده وكده. ممكن كان تضربي كده ممكن تضرب تحت الحزام او كده كده او في الوجه ضربات ايه متتاليه. وبرده الحقيبه هنستخدمها بالشكل ده. يلا الكتاب ممكن اضرب بالجنب. ها خليها تلمسك عادي ومش قوي جدا يعني. يلا اتفضلي ايوه اهو. ها يلا اضرب ايوه كملي. ها برافو 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 بس كفايه خلاص بس ده انت نفضتيه خالص نفضتيه خالص. اوكي وكذلك برضو الحقيبه هتكون نفس الفكره برضو حقيبه شنطتك يعني تمام. وممكن برضو تضرب الحقيبه كده تحت الحزام تمام بالشكل ده. اوكي يلا ها خليكوا جوه كده بقى خشوا جوه. يلا لا طبعا اتفضلي يا كابتن علياء. يلا يا كابتن محمد خدي يا كابتن. ايوه برافو ايوه هي ممكن برافو اضربي ايوه ضرب متتاليه وتحت الحزام ما تجريش جامد ايوه برافو 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 ايوه بس خلاص. فادوات بسيطه زي ديت طبعا ممكن نستخدمها للدفاع عن النفس. ونيجي بقى للاداه القاتله وهي اداه الجيرلز كونغ فو نينجا. طلع سلاح النينجا بتاعك ده بقى اهم سلاح اهو. لا ال ال الابره طبعا اهو والدبوس تمام. يلا حطيه بقى هنا سيب بقى من الشنطه والكلام ده كله بقى يا باشا. هتضربي ازاي طيب قبل ما نكمل الفيديو؟ احنا ممكن نضرب في الوش ممكن أيوة. في الرقبه. الطريقه اللي هنضرب بيها نمسك احنا هنمسك برضو بالسبابه والابهام افضل شيء صح. نمسك كده ونبدا ندي طيب طيب لا 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 في طريقه افضل يا كابتن انت مسكتي كده كده صح تمام. يبقى احنا لو هنضرب بالشكل ده يبقى انا الافضل صح ماسكه كده اهو كده ايه ماسكه دي. لو انا هضرب ايه ضربات بالشكل ده لو انا هعمل ايه شكات بام 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 ودي الافضل طبعا ان انا اعمل شكات تمام. ماشي اتفضلي خليه يلا هنا. ممكن نحط طبعا بيحطوه ازاي صح؟ طبعا البنات اكيد كل بنت محجبه عارفه بتحطه ازاي. يلا يا بس كوتش تخلي واحد يلا نشوف تمام يلا انت هتصوت يا كوتش دلوقتي يلا جو اتفضلوا ايوه اهو برافو ادي لنفسك الفرصه بوم 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 بس خلاص خلاص. طبعا دي اهم
اداه طبعا اداه النينجا اللي هو اللبوس ده. يا جماعه امسكوا يا جماعه عني بقى، ايه ده بقى؟ تمام، ازاي تستعملي الادوات البسيطه اللي انت بتحمليها معاك يوميا في الدفاع عن النفس. حاولي على قد ما تقدري برضه انك تتمرني رياضه علشان يكون عندك شده المقاومه، لان شده المقاومه هو المفهوم الذي يقاس من خلاله شده الجهد. لازم يكون عندك طاقه كده، ودي هتجيلك من التغذيه الكويسه والتمرينات. شكرا ليك يا كوتش محمد، ماي ستودنت هازم، ماي جيست اوكي كابتن علياء، اوكي اند جايز ميد فيري سون. يلا سلام عليكم، انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.